والله احنا يعني احنا نطالب تطبيق قرار 315. يعني احنا سوفت مطالبنا يعني من بعد يعني اول قضيه يعني احنا قرار 315 اللي هو قررت الامانه العامه مجلس الوزراء قالوا تضمين حقوق، يعني لحد الان ما شفنا منعكم اي شيء. يعني هذا القرار ماكو حتى ما ثبت رواتبنا، لا تخصيص رواتب عندنا، لا انه جايز، لانه مثل ما قالوا قرار 315 يخلي العقد حال الموظف. احنا لحد الان ما مستنيين من عندكم شيء. الريد قرار 315 يقررونه ويطبقونه بصوره صحيحه على موجب من حقه حق الحقوق. احنا 22 ويعني عقد بكل العراق، ليش لحد الان ما لنا حقوق؟ ليش جاي يسوقون المطالب؟ يعني احنا نطالب السيد الوزير، نطالب